بقرة المطبخ نبغى نسأل أسئلة. قصرنا معهم. نبغى نسأل أسئلة ويسألون. احنا بنسألكم أسئلة. أول حاجة أنت دريتوا على الناظر وش صار فيه؟ وش صار؟ الرجال استلم عبد الرحمن وعبد المجيد وبندر. طيب. سووا اجتماعات وافتتاحات محل وصارت. هذا لعبنا عليها كلها. الله يجي يقول شايفين كل شيء. اصبر اصبر والهامور مسكه محمد عثمان. طيب أنا مبشر محمد بالهامور. اصبر 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 خلوني أغلق طيب. خلوني أغلق. خلوني أغلق. طيب سبحان الله القرآن هو قرآن لازم تبدأ بالفاتحة يا أخي. طيب يعني في مصاري مش دخل الأسكن. أصبر أدري وش المشكلة. أصبر 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 وش معنى أغلق. والبلدية والبلدية جاب الدباب يلفلف أخذتوها. شفتها ما شفتوها في التلفزيون. صح زين راك معه والله. أي في التلفزيون. لكن حنا أصبر لكن أصبر لكن نبغى نسألكم على اللي برا. يقولون إن برج المملكة والفيصلية شمال. لا برج المملكة كانت هي في شرق الرياض. الحين قد هي في الجنوب. حلو. غير مكان. شمال المترو شمال الرياض شمال شمال الرياض انا كادنا في الجنوب شلون شلون بيجيب لك اعبر شلون 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 جاء واحد ما شاء الله نشيط وشله كذا واحد بس كذا كذا عرفت عرفت لا جيت طق لك ظهر كذا شالك ايوه شله بيدين والناس اللي فيه هم ايش قالوا والناس اللي فيه طال عمرك فيه طيب التمييز اسمع اسمع دريتوا في ما عليك يا سعد يقولون يحلفون بالله ان السناب وصور تويتر ها غايبين سنه يحلفون بالله ان السناب وتويتر والانستغرام تغيرت شكلها هل هذا الكلام صحيح نعم لقيت انا السناب متلاقطهم مع الانستغرام طال عمرك وليش ما ادري تلاقطوا يا ولد ولا احد تدري انك من قوه تزعل بينهم تحافظ لك سنابه تنزلها في الانستغرام يعي لا ما ينزلها مرة يقول طالب بطروف يا ولد دخل تويتر بيصلح بينهم انك هو جت عليها جري الفيسبوك وانا اقول انا اقول الفيسبوك هو يا ابو سالم والمهندس الربع يقول رد الشانع في التويتر رد الشانع في التويتر ترى عشان انا جاي اول المصايب يا سعد سعد خرب حسابه يا سعد ما عاد يدخل ابو غن على الواتساب جاء شيء الواتساب طال عمرك ما هم مرضيها اللي حاصل لكنه ما هو بداخل فيها يقول هذه مشكلة ناس يقول هذا سفيه انه طالع على سفيه انا ورعد والله بداخل فيها فخار فخار قصر عمره بس الواتساب مره ما عنده دخل الواتساب جاهز بشته متى ما طلع الواتساب جاهز يكشف انا اقول لك لو اطلبها الفيسبوك يمكن يدخل اما تويتر مقروض قمز ولا عبر كبار السن قمز بيحلها وجت مشكله مشكله السفيه دائما السفيه طيب والبيبي البيبي يقولون انه ميت وحيا لا البيبي ممسوك ممسوك لا يقولون ميت وحيا ممسوك ممسوك في قضيه اعوذ بالله وش مسوي البيبي لا 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 البيبي ممسوك في قضيه ممسوك في قضيه والقضيه بدون ذكر اسماء لا ما توفى عند القضيه يا رجال يا رجال انت يا رجال انت موجود هنا وش دراك يا فارس انت موجود هنا ما تدري اسمع ايش يقول يقول ميت توفى الرجال صلينا عليه الشايب جوجل والله يقولون انه ما عاد الذاكره مهب لك عليه ما عاد يذكر تبحث الحين تقول لي زد رصيدك ما يطلع حق ثلاثه هذا من الزنا شفت الصاروخ ذا كان هنا ونزلنا جوجل خرب يا رياجيل طار مره ما عاد متى 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 الخراب بخير ان شاء الله اليومين دي متى متى الخراب باذن الله ان شاء الله على طار تويتر متى الخراب بتويتر متى الخراب جد والله اي والله العظيم امبارح طيب فيكم متى اصبر اصبر الساعه كم بدي مجيد ابن دافنة تعال يقولون تويتر خربان الساعة كم؟ شفت اللي خربه؟ احنا شايفين انا ابن دافنة البارح باللابتوب الفجر ما في اي شيء شايفين الهاشتاج لا لا لا